ايه؟ بصراحة صعب تعيشين بغداد. ليش؟ يعني أنا عايش برا، ومن جيت لبغداد حاولت أتأقلم يعني سنتين ونص ما قدرت. يعني صعب. السبب يعني شبيها بغداد؟ هي نفسها؟ لا هي نفس بغداد، يعني الناس تغيرت بالتعامل بكل شيء. يعني أنا مو العفو، مو سيئين، بس الأفكار اختلفت. يعني الفكر بيني وبينهم اختلف كلش هواية. شلون؟ هم لهم حياتهم اللي هم متعودين عليها، اللي أنا مستحيل يعني أقدر أعيشها، يعني أعيش مثلهم. أنا متعود على قوانين ونظام. بغداد ما بيها نظام، يعني الترافيك لايت جيلين ما يعرفون الترافيك لايت شنو، عبالهم منشورات ضوئية. حقيقة خارج منطقة الخضراء ما يعرفون شنو الترافيك لايت. السيدة هسه طفل عمره 10 سنين يقول شنو الترافيك لايت ما يعرفه. يعني فأنا ما أقدر هيك أعيش. زين الازدحامات مو طبيعية. يعني تخيلي من 2003 لحد هسه ماكو مخطط ومستشار أو مهندس أو إنسان عاقل يخطط الشارع طرق جديدة حتى بس يوقف هذا الازدحام. بالإضافة إلى هذا لأنه اكو فساد، فالسيارات اللي تدخل عددها مو طبيعي، فأكثر من الكاباسيتي مال الشارع، وهي تسوي ازدحامات طبعا. يعني انت هسه على مود الازدحامات ما ترجع؟ لا عفوا، لا هسه انا يعني دا حكيت لك عده اشياء من ضمن الازدحامات. فتش مريها علي. اي هاي الحقيقه اكو عده اسباب وانا ذكرت لك اياها، ومن ضمنها هاي الشغلات الازدحام، ماكو نظام. يعني ما تحسين، يعني لما تعودين على حياه بها التزامات وقانون حتى تحافظين على كرامتك وعلى يعني العيش الكريم وهاي الشغلات، ماكو ما موجوده يعني.